السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لك والشكر لك يا رب. لالا حدو حياكم الله. ربي يخليك، هذا نهار كبير، 5 سنين وانا تنتصل يا وليدي. الحمد لله والشكر لله. الله يحفظك الشريف، الله يطول عمرك. الحمد لله يا وليدي، بحال مقامتي بحمدك وشكرتك يا رب. الله يحفظك ويرعاك ويطول عمرك يا ربي يا كريم. لالا حدو كبير يا وليدي. الحمد ربي ونشكرها الشريفة. ربي يخليك يا وليدي، نحمد الله ونشكره في الليلة المباركة، والله يخليك لينا. جزاك الله ألف خير على الحاجة. بسم الله عليه وسلم وليدي. صلى الله عليه وسلم، الله يعطيك الخير والبركة. ربي يخليك يا وليدي. مرحبا الشريف الحاجة، مرحبا لالا. ربي يخليك يا وليدي. عندي واحد السؤال، كانت أمي الله يرحمها مريضة. الله يوسع لها الرحمة. آمين. هما والوالدة ديالك، وكانت شادة الفراش، وقالوا لي الناس عطيها شوية ديال العسل باش تسهل على حرارة الموت. واش حلال ولا حرام ولدي؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إيه لالا، واخا نجاوبك إن شاء الله. لالا حدو، لالا حدو، السؤال الأول اللي طرحتيه أن الميمة ديالك الله يرحمها ويوسع لها الرحمة، ملي كانت كتحتضر أنك تلامي العقد ديال العسل، وهذا جميل لأنه مما يهدئ من سكرات الموت. فالميت إذا كان في سكرات الموت يحتاج إلى أسباب الرحمة. سكرات الموت هي واحد الحقيقة سوف يمر منها الجميع، لا أحد سوف ينجو منها، كل واحد منا نحن الأحياء سنمر في مرحلة تسمى سكرات الموت. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله مر بها، ولما كان يتألم ويتصفد عرقا ويصبون عليه قربة باردة في كل يوم كان يقول: آه ثم آه، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. فمن رحمة التي تنزل بالعبد هي إما أن نقرأ عليه سورة ياسين كما أخبرنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم. يعني منهم من قال إنها ساعة الاحتضار، منهم من خصها بساعة الاحتضار، ومن من قالها في كل وقت وحين، أطلقت للعموم، نقرأ على أمواتنا في كل وقت وحين. والأمر الثاني أننا نسقيه عسلا، لأن العسل لما يصير في الجوف يسهل على العبد أن ينطق بالشهادة ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفيها تيمم بأن العسل من شراب أهل الجنة فيكون من أهل الجنة، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، فهو من أنهار الجنة. فنسقي من يعاني سكرة الموت بالعسل تيمنا أن يجعله الله تعالى من أهل الجنة وييسر له سكرة الموت حتى يلقى الله تعالى وهو عنه راض. أسأل الله تعالى أن يرحم والدتك وجميع أبناء المسلمين وأمواتهم. آمين آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.